هتطبخ لنا ايه النهارده على الغدا يا ست هانم؟ انت ما بتشبعش؟ جعان. انا تعبت. انا بطبخ لك كل يوم. وفي ايه يعني ما تطبخ لنا كل يوم؟ امال انا متجوزك ليه؟ مش هطبخ انا النهارده، اطلب دليفري. هتطبخي؟ مش هطبخ. بقولك هتطبخي. قلت مش هطبخ. والله العظيم هرجعك لبيت امك. خلاص هطبخ لك. اطبخي. انا جاي من الشغل تعبان. انت ما في جوع، بطنك هتنفجر. اسحق بقى. اسحق. في ايه؟ عايز اخرج. علامتي امك بتصحيني من النوم عشان عايزه تخرجي. تخرجي يا هانم؟ النهارده الاجازه. انا النهارده اخد الاجازه عشان استريح. بقالنا كتير ما خرجناش. هو انا واخد الاجازه عشان اخرجك ولا علشان انام؟ اكيد عشان انام طبعا. انت مش بتخرجني خالص. انت نسيتي يوم 3 اغسطس 2018 لما خدت الكالتي في ماكدونالدز الساعة 9. بس ده من زمان قوي. مفيش خروج. انا واخد الاجازة عشان انام. عايزة اخرج انا النهارده. مفيش خروج. بليز. اصحى يا حبيبي. اصحى يا سيبيني بقى هخصم. والله هخصم. الله يخرب بيت امي. سيب الايباد يا بنت. يا بنت سيب الايباد. الدوسيهات دي موجودة عندك في الدرج التاني. حبيبي مفيش حاجة معايا هنا. اسمع مني، انا عايزك بس تفتح الدرج التاني تاني كويس وتدور عليه. حبيبي يلا بص عليه. لقيت الورق يا ابني جوه ولا لا؟ بص يا حبيبي كويس. طب بقول لك ايه، بص حبيبي في الدرج التالت، لان والله الدوسيهات دي يا ابني مش حبيبي عندي. بص بس في الدرج التالت في المكتب. حبيبي في ايه؟ ايه تحياك فلان شاري الجديد. حلو يلا بقى حل على امي. المهم يا مدحت انا عايزك تبص في الدرج الرابع. طيب تمام يا مدحت، بس خليك معايا ركز بس. بتكلم مين؟ بكلمش حد. هكلم مين يعني؟ ما بكلمش اي حد اكيد طبعا. هات الموبايل. موبايل مين يا اختي؟ مفيش موبايلات. انا كنت قاعد بتكلم مين؟ قاعد بتفرج على اليوتيوب. بتكلم مين؟ قلت خلاص موضوع خالص. قلت لك بتفرج على اليوتيوب، ما بكلمش حد. انا بتفرج على اليوتيوب. بتكلم مين؟ انت هبله بنت انت؟ قولي لي بس انت لا لا الجنونه ما تشتغلش. رمضان صبحي ادي شيكابالا وقف على كورته، التحام مع رمضان صبحي حكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجه. لو فاكرين في بدايه المباراه حبيبي. نعم يا اختي. ايه رايك نتفرج على فيلم سوا؟
النهارده؟ لا مش هينفع النهارده عشان هتفرج على ماتش السوبر. كل شويه ماتش سوبر؟ ولك يا ست انت لا اشوف لك حاجه مفيده تعمليها، انا مشغول دلوقتي مش فاضيلك. انا اهم ولا سوبر؟ لكن دي وده السؤال طبعا، السوبر اهم منك. انا اهم ولا الاهلي؟ الاهلي اهم طوابع بجد؟ ما تلعب عم الفليكس دريتش يا رب الاهلي يخسر. ازاي يا عم الكره دي تفوق؟ يا لهوي انا تعبت منك، انا تعبت منك. الاهلي قابلك جميع وقابلك انت بالذات. ما لسه بدري يا هانم، الساعة دلوقتي 10:05، معادك ترجع البيت امتى يا هانم؟ مش الساعة 10 برضو؟ انا اتأخرت 5 دقايق بس. متأخرة 5 دقايق؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان في تسيب، وانا راجل ما يرضاش بالتسيب. انت مكبر الموضوع ليه؟ انت المرة دي تتأخري 5 دقايق، والمرة الجاية تتأخري 10 دقايق، واللي بعديها ساعة، وبعد كده ساعتين. انا اسفة. هتطبخيلي كل يوم محشي، وهتطبخيلي كل يوم سبانخ، ملوخية، بامية، ومش هتخرجي لاصحابك تاني، ولا هتروحي تزوري امك. امك لو عايزة تزورك تيجي تزورك في البيت. خلاص بقى نقلبها بقى بيت رقصات بلا قلة أدب. مش ممكن الساعة دي تبقى مش مظبوطة. أحلى مسا على جمهورية شادي سرور. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. دي راديكا جت مخصوص من الهند عشان نصور سوا الفيديو ده، هي من أكبر الفيديو كرييترز في الهند. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. عاشت جمهورية شادي سرور. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتكسروا زرار اللايك. أنا بحضر حاجات كتير قوي، منها فيلم قصير ومنها أغنية جديدة جاية في السكة. أيوة أغنية جديدة بعد فترة كبيرة، والأغنية دي هتكسر الفرنكات يا جمهورية.